بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. تحل علينا نعمته ورحمته وبركته من الان وكل اوان والى ظهر الدهور امين. لقد اثر فيا جدا انه عندما احتفلنا بالألفية الثالثة لمجيء السيد المسيح له المجد إلى أرض مصر، أن هذا الاحتفال العظيم الذي تم في مصر صنعته يدان قداسة البابا شنودة الثالث والسيد الفاضل الوقور المحب والمحبوب فضيلة الإمام الأكبر الدكتور الشيخ سيد طنطاوي إمام شيخ الأزهر، إمام الأزهر أو شيخ الجامع الأزهر الجليل. وكنت منبهرا عندما أرى اليدان تتشابكان، يد قداسة البابا ويد فضيلة الإمام لإشعال الشعلة التي ترمز إلى هذه المناسبة. وفرحت جدا لأن فضيلته ممثلا لإخواتنا المسلمين يشارك في هذا الحدث الجليل. وجدت وقتها قلمي يجرني وراءه ويسبقني ويسابقني في الكتابة في هذا الموضوع. هل مجيء العائلة المقدسة إلى أرض مصر تحدث عنه الإسلام كما تحدثت عنه المسيحية واليهودية؟ فكان هذا البحث أو هذا المقال الذي صار كتابا في هذا الوقت، واليوم يشرفني أن أضعه أمامك أيها القارئ العزيز ليكون مدعاة لفخر المسيحي وبهجة الأخ المسلم. أجمعت الأديان الثلاثة على سرد قصة مجيء العائلة المقدسة إلى أرض مصر. فاليهودية أخبرت عنها بأسلوب المستقبل، والمسيحية أعلنتها بلغة الحاضر، أما الإسلام فذكرها بلهجة الماضي. وبذلك غطت أديان الشرق أوسطية هذه الرحلة من كل جوانبها ومن كل أنواع الزمن، مستقبله وحاضره وماضيه، مستقبله في اليهودية وحاضره في المسيحية وماضيه في الإسلام. فالمسيح لم يذكر عنه أنه خطى بقدميه أرض وطن آخر بعيدا عن أرض فلسطين وبلاد أورشليم غير مصر، ولم يتكلم لغة أخرى غير لغته الآرامية سوى اللغة المصرية القبطية القديمة، ولم يشرب من ماء آخر غير ماء فلسطين سوى ماء نهر النيل، ولم يفترش تراب أرض ينام عليها بعد الشام سوى رماد أرض مصر، ولم يستظل بسماء أخرى غير سماء مصر، ولم يختلط مع شعب آخر إلا بالشعب المصري. إذا وقعت عيناك على رب المجد يسوع ممتطيا ظهر آتان أو دب أو حمار، لابد أن تكون الصورة لأمر من اثنين، إما في هروبه لأرض مصر محمولا على ذراعي أمه، أو في دخوله إلى أرض أورشليم كملك
وديع ومتواضع يوم الأحد السابق لصلبه. لقد استخدم الآتان في دخوله في هذين البلدين مصر وأورشليم، والعجب، فالكل يرى في مصر أورشليم الثانية والقدس التي في بلاد الأمم، إذ قدس الرب بمجيئه أرضنا. لذا كان هناك تقليد عند إخوتنا الأحباش حين كانوا يذهبون للتقديس في القدس، يعودون بعدها في طريق عودتهم لزيارة دير المحرق على أنه قدس ثانية. هنا عايزين نتكلم أرض مصر، موسى النبي تربى فيها وحمل جنسيته، فكان موسى رجلا مصريا، وحمل أول يهودي وقائد أمة اليهود حمل اسما مصريا اسم موسى، فكلمة موسي يعني مرتفع من المية أو منتشر من المياه، ده الاسم المصري الذي حمله موسى. وموسى لحد سن 80 كان يعتبر ولي العهد وذا برنس اوف ايجيبت اور ذا ايجيبشن برنس، الامير المصري موسى الفرعوني، وعاش تلتين عمره في رعوية مصرية وجنسية مصرية، ولم يدرك انه يهودي الجنس إلا في الثلث الأخير من حياته. هذا هو موسى النبي، هذا هو موسى النبي. ديانة موسى اليهودية كتبت عن مجيء المسيح لأرض مصر على فم نبيين من أنبياء إسرائيل 17. تحدثت الديانة اليهودية على أنباء هذه الرحلة رغم تباعد الزمن بين القول والتحقيق. هذان النبيان اليهوديان هما إشعياء وهوشع، لربما جمعهما اسم واحد في لهجتين، ولكن جمعهما شخص واحد هو الرب يسوع الذي كتب عنه إشعياء وتكلم عنه هوشع في مجيئه إلى أرض مصر. فهوشع وإشعياء ويسوع، هذه الأسماء الثلاثة تعني مفهوما واحدا، الرب يخلص. النبي إشعياء، من كثرة ودقة النبوات التي قالها إشعياء في المسيح وعن المسيحية، سر البعض أن يلقبه باسم النبي الإنجيلي. فقد ناب إشعياء النبي عن متى الإنجيلي في سرد عذراوية العذراء مريم خلال قصة الميلاد، والنسب الإسرائيلي والهروب لأرض مصر في مواضع شتى، في الأصحاح 7:14 9:6 19:19 61:1. أما في مجيء العائلة المقدسة التي كان المسيح إمامها ورأسها، فكتب إشعياء يقول: وحي من جهة مصر، وذا الرب راكب على سحابة خفيفة وقادم إلى أرض مصر، فترتجف أوثان مصر من وجهه ويذوب قلب مصر في داخلها. في ذلك اليوم يكون مذبح للرب في وسط أرض مصر، وعمود للرب عند تخمها. لقد فسرت بابا كيرلس الكبير كلمة سحابة سريعة أو سحابة خفيفة
على أنها تعني العذراء القديسة مريم التي جاء الرب محمولا على كتفيها وذراعيها لأنها فاقت السحابة طهرا ونقاء. وفسر البابا القديس الأنبا شنودة الثالث مقولة عمود الرب عند تخوميها أنه القديس ماري مرقس الرسول الذي صار عمودا في بيت الآب ومن فوقه تأسس الكرسي المرقسي، وهذا ما جاء في سفر الرؤيا 3:13: من يغلب فسأجعله عمودا في بيت أبي. أما مذبح الرب فلا يمكن أن يكون مذبح اليهود لأنه لم يكن مصرحا أن ينقل مذبح اليهود خارجا عن أورشليم، ولم يكن مباحا أو متاحا أن تقدم ذبيحة بعيدة عن أورشليم وبعيدة عن المذبح الذي في أورشليم، ولا يمكن أن يكون هذا المذبح مذبح للأمم لأنه قال يكون مذبح للرب، ومذابح الأمم قد ينحرون عليها الأطفال وقد يقدمون عليها النجس من الطيور والحيوانات، وحتى ولو قدموا حيوانات طاهرة فهو ليس بمذبح للرب. إذا يكون مذبح للرب في وسط أرض مصر إنه مذبح الكنيسة المسيحية التي قال عنه بولس الرسول، الذي قال عنه معلمنا بولس الرسول في رسالته إلى العبرانيين والأصحاح 13 والعدد 10: لنا مذبح لا سلطان للذين يخدمون المسكن أن يدنوا منه. وطالما لنا مذبح فلابد أن يكون للمذبح ذبيحة، وإلا فما لزوم المذبح؟ وطالما هناك ذبيحة فوق المذبح فلابد من وجود كاهن، وطالما أننا نعتقد بوجود كاهن فلابد من وجود كهنوت. هذا هو النبي الأول الذي كتب عن هذه الواقعة وعن هذه القصة، إنه النبي هو النبي إشعياء. النبي الثاني في أنبياء بني إسرائيل إنه النبي هوشع. جاء في سرد القديس متى الإنجيلي لقصة الهروب والعودة قوله: فقام يوسف وأخذ الصبي وأمه ليلا وانصرف إلى مصر، وكان هناك إلى وفاة هيرودس، لكي يتم ما قيل من الرب بالنبي القائل: من مصر دعوت ابني، في متى 2:13-15. هذه النبوة السابقة الإشارة إليها في كلمات متى الإنجيلي اقتبسها من الأصحاح 11 والعدد الأول من سفر هوشع النبي. إن هوشع النبي هو واحد من أنبياء السبي الذي عاش سنة 722 قبل الميلاد، ولقد كان معاصرا ومعاشرا للنبي السابق ذكره إشعياء. لأجل هذا هناك ترابط بين كلمات كليهما، فلو عملت مقابلة بين إشعياء 1:1 وهوشع 1:1 تجد أن الزمن الذي عاش فيه هذان النبيان كان زمنا واحدا. إذن يا عزيزي، فالهروب إلى أرض مصر تحدث عنه النبيان إشعياء وهوشع في القرن الثامن قبل الميلاد. لقد اقتبس العهد الجديد من سفر هوشع الكثير،
فلو انك قابلت ما بين رومية 9:25 مع هوشع 9:10، متى 9:13 و12:7 مع هوشع 6:6 وكورنثوس الأولى 15:55، ولو انك رجعت هذا مع هوشع 13:14 مع رؤيا 6:16، إلا أن أهم هذه النبوات ما تحدثت عن هروب المسيح إلى أرض مصر، وهذا ما ذكره الأصحاح الثاني من إنجيل معلمنا متى مع الأصحاح 11 من نبوة هوشع. قال هوشع: لما كان إسرائيل غلاما أحببته، ومن مصر دعوت ابني. كلمة ابني أطلقت على بني إسرائيل، إسرائيل ابن الذكر، أطلق ابني ليعبدني. ولكن هنا راح أحط النبوة الكاملة: ومن مصر دعوت ابني. فهنا طبعا تمت على إسرائيل وتمت أيضا على السيد المسيح له المجد. في التعبير الإنجليزي يقول: Out of Egypt I call my son. لقد أطلق على إسرائيل لقب الابن بكر، لكن هيهات أن يطلق على واحد لقب الابن الوحيد، وهذا ما اختص به رب المجد. قيل عنه: ورأينا مجده كمجد ابن وحيد لأبيه. وقيل عنه: هكذا حب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد. وقيل عنه: الذي يؤمن به لا يدان، والذي لا يؤمن به قد سبق أن دين، لأنه لم يؤمن باسم ابن الله الوحيد. راجع هذه الآيات: يوحنا 1:14 و18، 3:16 و18، يوحنا الأولى 4:9، لوقا 1:35، 8:26-28. فالمسيح ابن محبته كقول بولس الرسول في كولوس الأولى 13، كولوسي أصح 1:13، وهو ابنه الحبيب الذي به سرت نفسه، كما جاء في يوم العماد وفي يوم التجلي، مرقس 1:11 ومتى 16:15 و16. خرج الابن البكر من مصر كي يرث أرض الموعد، وهرب الابن الوحيد الجنس إلى أرض مصر كي يؤسس كنيسة الأمم، وكي يضع اللبنة الأولى في الكنيسة القديمة القويمة، كنيسة القبطية، كنيسة الإله، قديمة قوية أرجو لها الحياة. في أول العصور لمولد المسيح مرقس أتى بنور إيمانه الصحيح، وجال في البلاد ينادي بالإيمان، وكل الترنيمة بتاعت كنيسة القبطية. يبقى هنا نقدر نقول هذا ما تحدثت عنه الديانة اليهودية، ذكرت مجيء المسيح ولكنها كانت تتكلم عن مستقبل سوف يحدث. أما كنيسة المسيح أو المسيحية فتكلمت عن مجيء المسيح لأرض مصر بلغة الحاضر والواقع، وانفرد القديس متى كاتب أول البشائر الأربعة بسرد رحلتي الإقلاع والعودة إلى ومن أرض مصر، غير ذاكر تفاصيل الذهاب والإياب ولا الأحداث التي تمت بين كليهما، وإلا لاحتجنا لهذا الإنجيل أناجيل أخرى بجواره لكي تغطي تفاصيل هذه الرحلة. القديس متى هو كاتب الإنجيل الأول للكنيسة اليهودية الأولى، هو الوحيد الذي جامل الكنيسة الأممية في أمرين
هامين، رغم ان هو بيكتب لليهود، لكن عايز يقول لهم انتوا اللي ارشدتوا المجوس الى حيث يوجد المسيح، ولكنكم لم تروه. انتوا كنتوا عارفين هيتولد فين، ولكنكم لم تستقبلوه. انتوا كنتوا عارفين لما يحط قدمه اول ما ينزل في هذا الكوكب انهي ارض تتشرف باستقباله، ولكنهم لستم انتم منتظروه. يبقى هنا جمالهم في موضوع مجيء المجوس الى الرب يسوع وهو في المهد صبية، ودي في متى 2:1-12، عكس القديس لوقا اللي كان بيكتب للامم لليونان. فلو كتب مجيء المجوس ما كانتش تفرق زي ما اتقالت لليهودي، ولكنه كتب مجيء الرعاة الذين كانوا متبدين في تلك الكور يحرسون حراسات الليل على رعيتهم، فلوقا 2:8-16. والفرق بين كليهما ان المجوس امم والرعاة يهود، ومن الممكن ان يكونوا من سدنة المذبح ومن حراس الهيكل والمعبد، حراس القطيع المعد للذبح في ذبيحة المحرقة اليومية التي كانت تقتضي تقديم ذبيحة صباحية وأخرى مسائية في هيكل سليمان وفي خيمة الاجتماع من قبل. لربما أراد القديس متى وهو يكتب لليهود أن يحوم ولو من بعيد حول حقيقة هامة، وهي أن المسيح ولد بين اليهود، ولكن لم يحظى برؤيته يهودي، إنما تنعم بلقياه الأمم. كان لليهود فقط أن يكتبوا عن مكان وزمان ولادته، وكان لهم أن يقرأوا هذا بإمعان بل يحفظوه، ولكنهم لم يكن لهم حظ أن يروه. فها سمعان الشيخ يقول نور تجلل الأمم، نور تجلل الأمم، ولكن رغم أن هم لم يتجلى لهم هذا النور ولم يروا هذا المشهد الجليل إلا أنه مجدا لشعبك إسرائيل. الحاجة التانية اللي جامل فيها القديس متى أمة اليهود، ذكر هروب المسيح الى ارض اممية هي مصر، امام الامم وقائد الدول، وتأسيسه بنفسه اول كنيسة في عالم الامم. كان الهروب الاسرائيلي من مصر عام 1491 قبل الميلاد، حين خرج موسى برفقته شعب بني اسرائيل. اليوم عاد الابن البكر الوحيد الحبيب الى ارض مصر ليبدأ نفس المشوار نفس الرحلة كما بدأ اسرائيل سابقه، لان المسيح جاء لكي يؤسس اسرائيل الجديد ولكي يكون رأسا للبشرية المتجددة. فهنا بدأ كما بدأ اسرائيل، من ذات المكان الذي بدأ به إسرائيل بدأ المسيح. ولما جه يخدم عمل ايه؟ عبر نهر الأردن وتعمد، وبعدين طلع للبرية 40 يوم. نفس الموضوع، بنو إسرائيل بدأوا يكونون شعب الله عندما عبروا البحر ومكثوا في البرية 40 سنة يجربون من إبليس. لربما أراد القديس متى في سرده هذه القصة أن يبكت شعبه اليهودي قائلا إن أرضه، أرض المسيح يعني، وأرض خاصته لم تحتمل ظهوره، وفتحت مصر ذراعها لتأويه وتستقبله. إن فرعون الذي اهتز من موسى قديما صار تحت مسمى آخر، هو هيرودس الأدومي
في تجسده المجيد. البشيري متى لم يدخل في تفاصيل الرحلة تاركا القلم للبابا القديس ساوفيروس الاسكندري حسبما اوحي اليه ان يكتب لنا كيف وفدت العائلة المقدسة وكيف رحلت. لما راح يدشن كنيسة دير المحرق البابا ساوفيروس، العذراء هي اللي ظهرت له وقالت له تفاصيل الرحلة وكيف تمت. والأول مرة نعرف إن دير المحرق مكست فيه العذراء مريم 6 أشهر و10 أيام. يوم أن سهر البابا ثيوفيلوس الإسكندري ليلته في تدشين مذبح كنيسة دير المحرق الذي كان حجرا توسده، أو نام فوقه الطفل يسوع مدة تقترب من 6 أشهر و10 أيام. أما كنيستنا القبطية في سردها القطمارسي جعلت لهذا الحدث تذكارين. يقع أولهما يوم أحد، اللي هو الأحد الأول من طوبة، ودايما بيجي في نصف شهر يناير، حيث بدأ إقلاع العائلة المقدسة إلى أرض مصر. ورن صوت الملاك في أذنيه يوسف: قم خذ الصبي وأمه واهرب إلى أرض مصر. أما وصول العائلة المقدسة فالكنيسة تحتفل به في يوم 24 من شهر بشنس الموافق الفاتح من شهر يونيو، الشهر السادس من شهور السنة. إذن يا عزيزي، فالرحلة لابد أن تكون قد استغرقت سفرا مدة لا تقل عن 4 شهور ونصف. الكنيسة عاشت معنا في فترة التجسد يوما بيوم. فمثلا المسيح 29 برمهات، 29 هاتور، لآسف 29 برمهات كان هو يوم البشارة، بعد 9 شهور و5 أيام الكنيسة تحتفل ب 29 كياك يوم الميلاد، بعد 40 يوم دخول الهيكل اللي هو 8 كياك 8 طوب و 8 مشير. يبقى الكنيسة حاولت ان هي تقرب لينا وقائع قصة التجسد، وكأننا نسير في موكبها وفي طابورها يوما بيوم. الديانة اليهودية تكلمت عن مجيء المسيح لأرض مصر، الديانة المسيحية تكلمت عن مجيء المسيح لأرض مصر، بقي أن نتكلم عن الديانة الإسلامية التي تحدثت عن مجيء المسيح لأرض مصر، وهذا ما نلتقي به في الحلقة القادمة. ولربنا المجد الدائم إلى الأبد، آمين.